دولة موقوتة. إن هذا اللغم تم تضمينه في الدستور بمشورة من مستشار أمريكي لحكومة الإقليم. يعني هاي نرجع إلى قانون الغاب، لا يمكن لأي دستور أن يتضمن مادتين تتناقض مع بعضها. ما هذا الكلام؟ وإحنا قلنا لو نعترف، لو نقول جدلا أن النفط والغاز ليس من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، نعم، فالمادة 112 واضحة تقول إنه الحقول الغير منتجة بتفسيركم. يعني هناك تم نقاش هذه النقطة سنوات طويلة بين الخبراء والمختصين، ما هو المقصود بالحقول المنتجة حاليا؟ وهناك أغلبية تقول إن هذا اللغم تم تضمينه في الدستور بمشورة من مستشار أمريكي لحكومة الإقليم، تم تضمينها كقنبلة موقوتة. طيب إذن يعني الحقول، هناك عدم وضوح بما تعني هذه المفردة الحقول المنتجة حاليا. طيب فيعني لابد من وجود جهة تحكم بين الطرفين. أنت يعني مدى أفتهم مرة يعني دا تنكر دستورية وقانونية المحكمة الاتحادية. يعني هاي نرجع إلى قانون الغاب.